لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إذ اكتلفكم العدو فانضحوهم بالنبل. أخرجوا إلينا شجعانكم. من أنتم؟ يا محمد، أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. ارجعوا. أخي شيبة وولد الوليد وأنا. انتظر أنت. عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
هانيبال تقدموا. إنهم يتجمعون. تقدموا إلى الأمام. إلى الوراء. استعدوا لمواجهتهم. رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى. لو كنا مكانهم لقتلونا. علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى.
لا تسحبوهم مربوطين، قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته. لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش. كفى كفى، اغربوا عني، كفى نباحا. هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ محمد، علي، حمزة، حمزة، بأظافري يا حمزة، بأظافري قاطع الرقاب سأقطعك. حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت سأمزقك. يا قاتل أبي، سأمزقك. يا قاتل أخي، سأمزقك. يا قاتل عمي، عندما تموت سأشرب من دمك. سأشرب من دمك. كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل. ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقهر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله لا إله إلا الله.
أهذه يثرب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرئ أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟ لا أحد يحرس دكانتها. إن الله يحرسها. من أين أنت؟ من اليمن. هل مررت بمكة؟ كانت في طريقي. هل مكثت بها؟ نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا. وما أخبار الصحراء؟ لا تسركم، يتجمعون، كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة. قواتنا تكمن هنا. لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم بمكة، يقرعون الطبول في كل بيت. وزنك فضة وألبسك الحرير مقابل رمية كهذه. أخيرا جاءوا، سنعرف عددهم.
جيش كثيف، 3000 فيهم مئات الفرسان. قهرناهم في بدر. كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. اذهبوا وأعدوا سلاحكم. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وارق. حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك. عبادة، هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني. يقودهم خالد بن الوليد. خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي. حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟ رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم. لا عليك، رسول الله جعل 50 من أنهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. زيد، قل للرسول نحن مستعدون. أعلوا من؟ ماذا ترى يا حمزة؟ إنهم أكثر عددا، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونها. كل ما هو أمامي لا يخفي. عندما يأمر النبي انقبض عليه. Roma!
السيدة حمزة سوف نتعرف. نصيبنا من الغنائم. التزموا أماكنكم، لا تخالفوا عن أمر الرئيس، إنكم تكشفون الجناح الأيمن للجيش. كيف المعركة يا أخوان؟ كشفنا.